مهرجان الجونه الفتره دي او الفتره اللي فاتت من اول ما بدا يعني عوض حاجات كتير بالنسبه للاحتفال في مهرجان سينمائي بافلام وعروض افلام. انا شايف ان هو هيبقى من المهرجانات المهمه جدا الفتره الجايه. المعايير اللي انا شايفها في المهرجان هنا انا شفت شبهها جدا في كان، فكنت مبسوط جدا ان احنا عندنا نفس الامكانيات بشكل كبير اللي تطلع المهرجان بشكل مشرف يعني. طبعا كل سنه بيبقى اي حد في حاجه بيتعلم كل سنه حاجه اكتر، فطبعا ده باين في المهرجان. السنه دي في اختلاف شويه في التفاصيل في المهرجان غير السنه اللي فاتت، بس دي اكيد ليها رؤيه معينه من باشمهندس نجيب وكل القائمين على المهرجان، واتمنى يا رب المهرجان كل سنه يبقى اقوى من كده. والسنه دي في كم افلام جميله جدا اقوى كمان. بالنسبه لي مهرجان الجونه الفتره دي او الفتره اللي فاتت من اول ما بدا يعني عوض حاجات كتير بالنسبه للاحتفال في مهرجان سينمائي بافلام وعروض افلام. انا شايف ان هو هيبقى من المهرجانات المهمه جدا الفتره الجايه. المعايير اللي انا شايفها في المهرجان هنا انا شفت شبهها جدا في كان، فكنت مبسوط جدا ان احنا عندنا نفس الامكانيات بشكل كبير اللي تطلع المهرجان بشكل مشرف يعني. طبعا كل سنه بيبقى اي حد في حاجه بيتعلم كل سنه حاجه اكتر، فطبعا ده باين في المهرجان. السنه دي في اختلاف شويه في التفاصيل في المهرجان غير السنه اللي فاتت، بس دي اكيد ليها رؤيه معينه من باشمهندس نجيب وكل القائمين على المهرجان، واتمنى يا رب المهرجان كل سنه يبقى اقوى من كده. والسنه دي في كم افلام جميله جدا اقوى كمان. اكتر افلام عجبتك ايه؟ أنا كتير يعني، بس الأفلام اللي بالنسبة لي كانت جديدة ومميزة توماتيك اللي هو الفيلم القصير، وفيلم جود مان عجبني جدا جود مان، وعجبني الممثل جدا الإيطالي اللي عامل الفيلم، وأنا شايفه فيلم جديد يعني أنا ما شفتوش قبل كده. ويوم الدين طبعا يعني بالنسبة لي كفيلم عربي يوم الدين من الأفلام اللي أنا نفسي الناس كلها تتفرج عليه. ادوا فرصه للي بيحضروا دايما الكلاس او اسمه ايه عايز اقول عليها ايه الكونفرزيشن اللي بتحصل ما بين المخرجين او الممثلين في الاماكن في الجامعه الالمانيه يعني. ادي فرصه للناس بعد ما سمعت واتفرجت واتبسطت تتصور مع النجم اللي احنا جبناه ومبسوطين بيه ان احنا جايين نحضر له، بنصحى بدري بسرعه عشان نروح نحضر له. ادوا فرصه، دي حاجه بسيطه جدا يعني، ادوا فرصه للناس تتصور معاه وتتبسط ان هي قعدت استفادت منه يعني. منتظرين ايه جديد؟ ايه جديد لسه، بس عندي اهو ده اللي صار يعتبر في الخزنه، مستنيه ان شاء الله يخرج والناس تتفرج عليه باذن الله. انا سمعت ان هو هيكون في رمضان اللي جاي باذن الله، وهيكون ليه عرض في نتفليكس معرفش امتى، بس مبسوط بالخبرين يعني، لانه كان عندنا عشم السنه اللي فاتت ان هو ينزل في رمضان اللي فات، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، مبسوطين كلنا جدا بالمسلسل ويا رب الناس تتبسط بيه. ميرسي ميرسي، شكرا، ربنا يخليك.